السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى الجميع بخير. اليوم محاضرتنا بعنوان Chemical Delivery System باستخدام ما يسمى بالبوليميريك برودراج. طبعا شو راح نتناول بهاي المحاضرة؟ راح نتناول المواضيع اللي هي مثلا، أو قبل ما ندخل يعني بالبوليميريك برودراج، نتعرف على شنو البوليمر، how it can be classified according to what categories and أنواع البرودراج، ثم سوري البوليمر، ثم ننتقل إلى كيف the principle of development of polymeric prodrug and advantage of polymeric prodrug ومن ثم بعض الأنواع من polymeric prodrug. So بالبداية راح نبدي بمن بالبوليمر وشنو the classification of polymer. So what are the polymers? Polymers here are substances of high molecular weight made of repeating monomer units. يعني عبارة عن شنو؟ عبارة عن high molecular weight، يعني substance of high molecular weight، يعني نعتبرها هي macromolecule متكونة من إيش؟ من small molecules أو small units اللي تسمى بمن بالmonomer. And أو substances with short chain تحتوي على a few monomers وتسمى بالoligomers. أصل كلمة polymer هي من كلمة إغريقية ومعناها polymeros، والpoly معناها many and meros معناها parts. طبعا كنا نعرف البوليمرات، البوليمرات هي موجودة in nature، عندي مثلا and أكو biological monomer موجود بالجسم اللي هو DNA، الأوليغوساكرايد، الستارتش، إضافة إلى ذلك البوليمرات نستخدم بحياتنا اليومية اللي هي مثلا ربر، بالبلاستيك، النايلون، هاي كلها هي بوليمرات. فخلنا نشوف شلون البوليمر ده يتكون. مثلا عندي بوليبيوتاداين متكون من ايش؟ من اسمه بيوتاداين معناه متكون من اتحاد، من chain of اتحاد البيوتاداين مولكيول مع بعض، بحيث يكون لي البوليبيوتاداين واللي يتكون من تقريبا 4000 يونت of بيوتاداين. نشوف هنا بالجدول بالاتحاد المونومر مع مونومر ممكن يكون دايمر، والدايمر تتحد مع مونومر تكون ترايمر، ودايمر مع دايمر يكون تترامير، وهكذا إلى حد مثلا نصل إلى ما يكون البوليمر. مثلا هنا واصل الأكتامير، وبعد أكو مثلا نقول فوق الأكتامير واللي تكون شنية البوليمر. ستركتشر مالت المونيمر، تمثيل الستركتشر بأبسط صورة للمونيمر and البوليمرز. المونيمر هو عبارة عن small molecule، منه ممكن ما يتكون من single atom، ممكن يكون bifunctional أو trifunctional molecule. البوليمرز راح يتكون من إيش؟ من اتحاد هذه المونيمرات repeating units of polymer، راح تكون لي ال chain of poly polymer. ننتقل إلى how it can be classified البوليمرز. البوليمرز can be classified according to many categories بسبب the complexity of its structure. الديفيرسيتي مالته راح يتكون، راح يتقسم إلى أكثر من تقسيم على اعتبار أكثر من كاتيجوري. هي based on monomers، فتقسم إلى البوليمر، يقسم إلى هوموبوليمر and copolymer أو ما يسمى بالهيتروبوليمر. فنشوف أنه الهوموبوليمر هو عبارة عن بوليمر يتكون من binding of the two identical monomers. Two identical monomer أو single monomer are also مثلاً نشوف هنا مثلاً A plus A plus A plus A plus A كونت لي chain من إيش؟ من البوليمرات اللي متكونة من identical monomer. فنشوف هنا بالفيجر عندي مثلاً homopolymer من النوع structure يكون linear in straight line مترتبات المونيمرات. الثاني هو الكوبوليمر أو هيتروبوليمر اللي يتكون من إيش؟ من different، من two or more different monomers تتحد مع بعض وتكون لي chain of copolymer. مثلا هنا عندي المونيمر A مرتبط بالبوليمر B، ثم راجع B مرتبط بالA. شوف هنا النمط مالتهم تناسقي مرتب، يعني AB AB. ممكن هذا يصح له alternating copolymer، ممكن لا تترتب randomly، مثلا 2A وحدة B 3B 2A وهكذا، أو تترتب على شكل بلوكات، يعني بلوك من A مونيمر متحد مع بلوك من B مونيمرز وهكذا. هنا عندنا التو ويب سايت اللي معطيكم اياها هنا كمساعده لكم في فهم البوليمرز، انواع البوليمر الموجوده ناتشرالي او سينثيتيك او غير ذلك. زين
ننتقل إلى another classification، يعني أقصد بها classification of polymer according to the structure. فتقسم إلى linear polymer، وعندي branched chain monomer، وعندي cross-linked monomer. شنو linear monomer؟ معناها إنه polymer structure of polymer يتكون أو يحتوي على long and straight chain، يعني repeating unit of monomer مترتبات in the straight line path. يصح له linear polymer. example عندي PVC اللي هو polyvinyl chloride، عندي اللي هو طبعا نستخدمه كثيرا في صناعة pipes and electrical cable. زين، النوع الآخر هو branched chain polymer. branched chain polymer هذا من يتكون؟ يتكون أو branched chain is the when linear chain of polymer formed branches، يعني هو نفسه linear بس يكون لشنو branches. and يصحوا له example for this type عندي glycogen and starch. glycogen and starch نشوفها سهل بالرسم إنه مثلا هي linear لكنه بيها شنو branches. cross linked chain polymer. the cross linkage إذا تتكون من إيش؟ من bifunctional and trifunctional monomer and ترتبط مع بعض ب strong covalent bond مقارنة بمن؟ إذا أقارنها مع linear polymer. example هي bakelite and melamine. example for the cross linked chain polymer. زين هسه إذا نجي لهذه الأشكال اللي توضح شنو هي أنواع types of polymer according to their structure. example linear polymer like this اللي هي مثل نقول مترتبة بنمط ونسق معين، واضح. branched polymer اللي تكون مترتبة linear لكنه بها شنو many branched، وأيضا بها أنواع الهايبو branch مثل star shaped والgraph copolymer. وعندي النوع الثاني هو الدندرايمر اللي هو بلوك، وعندي الجرافت A. another one اللي هي الكروس لينكد بوليمر، يقولنا باي فانكشنال او تراي فانكشنال، ايضا يسمى او بي خلينا نقول اكثر من تايبس، بوليمر نتورك، انتر بينتريتنج بوليمر نتورك يعني على شكل شبكه، ثم اكو شنو اكو النوع الثاني اللي هو انتر بينتريتنج يعني متداخل يخترقه، والسيمي اي بي ان. So another class or another category according to which the polymer are classified based on origin، يعني based on the source. example natural اللي تقسم sorry إلى natural semi-synthetic and synthetic. natural polymer شنو معناه؟ natural polymer هي polymer which are naturally occurring، يعني naturally occurring in nature، موجودة وين؟ be in nature in plants in animal، مثلا البروتين from raw material، يعني المقصود به result from raw material they are found in nature. on the example protein collagen الكرياتين الألبومين السيلولوز الربر and الستارش كربوهيدرات، وكلها تعتبر biodegradable polymer. النوع الآخر هو semi-synthetic. semi-synthetic معناه إنه they are derived from naturally occurring polymer but are undergone to the what ما يسمى بالchemical modification. example عندي cellulose derivative مثلا cellulose nitrate cellulose acetate. example of another type اللي هو synthetic polymer. synthetic polymer من اسمها synthetic يعني they are man-made polymer. man-made polymer they are prepared by laboratory and used in industry and they are example for this اللي هو عندي polyethylene and polyester. another class or another classification consideration for classification of polymer according to the biostability. so they are classified إلى biodegradable polymer hydrogel soluble and non-biodegradable. so what is the biodegradable polymer؟ these are slowly disappear from the site of administration in response to chemical modification. يعني صار بها chemical modification مثلا يكون hydrolysis تتحلل هاي البوليمرات وتروح هنقول طبيعيا.
تختفي من السايد اوف ادمنستريشن مثلا الكا اكزامبل البروتين اند الكربوهيدرات. الهيدروجل هيدروجل يعني شنو هذه؟ هذه انه تنتفخ لكنه ما do not dissolve when brought in contact with water. Example, polyvinyl pyrrolidone. Soluble polymer, بها many properties. These are, أول شيء لازم تكون moderate molecular weight. They are uncross-linked polymer, dissolve in water. مثال عليها هذا النوع soluble polymer هو HPMC. HPMC هو الهيدروكسيبروبيل ميثايل سيلولوز اللي هو يستخدموه حتى بال pharmaceutical dosage form اللي هي الاي دروب كinert polymer. يستخدمه أيضا كcontrolled drug delivery system اللي هو for oral medication والpolyethylene glycol. Non-biodegradable polymer اللي هو inert compounds, they are eliminated intact from the site of application مباشرة. Example, polyethylene, polyvinyl chloride and ethyl another classification of polymer depend on what? Depend on polymerization method. يعني شنو polymerization? Polymerization here, that's the process in which the large number of small molecules اللي قلنا هن يصبح للمونيمر اللي هي اليونتس اللي تكون البوليمر تتحد مع بعضها to form big molecule اللي تسمى بالبوليمر. هذه العملية رافقها أو تكون مصحوبة combined أو by أما lose of small molecule مثل water والكحول or not حسب زين. لذلك تقسم هذه polymerization method إلى three types. عندي addition polymerization أو solid chain polymer growth polymerization, condensation polymerization or stepwise polymerization وcopolymerization. So the first polymer is formed by addition polymer. شو نوع البوليمر هذا وشو يتكون by addition of by addition reaction where many monomer combined or bind together both but rearrangement of bond and النوع المونيمر راح يكون unsaturated compounds يعني alkene or alkyne compound and in this process راح يكون no elimination يعني هاي العملية راح يصير بيها no elimination of water أو الكحول أيضا no byproduct of this ينتج من هذه العملية. And the polymer الناتج راح يكون إلى empirical formula like the monomer المتكون من عنده. أبسط مثال على هذه العملية هي تكوين البوليثيلين polymer اللي يتكون من addition of two monomer مثلا إنه هسه هنا كمان مطرح بالشكل إنه عندي two monomer اللي هن ethylene molecule. بنشوف إنه شلون ذني by addition method يكونن البوليثيلين. الطريقة الثانية هي condensation reaction. Condensation reaction معناه إنه البوليمر condensation polymer معناه إنه البوليمر حيتكون by condensation method أو condensation reaction where the molecule join together مع بعضها ويعني معناه إنه المونومر تتحد مع بعضها by condensation reaction وتكون نوعها أما by functional أو tri functional. And this process is combined what by يعني elimination of small molecules like water or alcohol. يعني عندي شنو عندي ده يكون byproduct من العملية. The best example for them أو the common example اللي هو تكوين النايلون 66 اللي يتكون من condensation between the adipic acid and the hexaethylene diamine راح يرافق lose of water by heating and formation of the repeating unit اللي هي مؤشرة بالمؤطرة باللون الأزرق. هذه هي اليونت اللي راح تنعمل حتى شو تكون لي النايلون 66. So شو راح نستفاد بعد ما عرفنا معنى البوليمر وشنو أنواع البوليمر و classification of polymer and how it can be produced عن طريق بعض الـ some of the methods راح ناخذ شو راح استفاد من هذا البوليمر شو راح اوظف البوليمر استخدم البوليمر كبرودراج واستفاد من عنده for producing of a prodrug and يعني ما يسمى بالبوليميريك برودراج وشنو فائدته الادفانتج of this polymeric prodrug.
قبل ما ندخل إلى البوليميرك برودراج وشو معناها والابليكيشن اوف ذس كونسبت، ناخذ فنمذة مختصرة عن الدراج ديليفري سيستم. الدراج ديليفري شو معنى الديليفري سيستم؟ معناها هو الواي فور ادمنستريشن اوف ذا دراج تو achieve the therapeutic effect in a human or in animal. زين، شنو هي طرق ال drug delivery system أو drug delivery؟ عندي أما تكون orally على شكل tablet, capsule, pills على أو topically مثلاً تكون ointment, creams, transmucosal مثلاً nasal, vocal, vaginal أو parenteral injection intramuscular. يعني معناه into injection into systemic circulation زين or inhalation route زين. الدراج delivery system بصورة عامة يقسم إلى two types، إلى classical or conventional drug delivery system اللي هي تشمل هاي الأنواع اللي قلناها اللي هي orally, topical, vocal, rectal, subcutaneous, intramuscular. هذه كلها conventional drug delivery system. بالإضافة إلى النوع الثاني، النوع الثاني من drug delivery اللي هو new drug delivery system. إحنا لو نجي إلى conventional drug delivery system، conventional drug delivery system يعني according to types of this delivery system. بي يعني مثلا إذا كان أورالي مثلا إلها أدفانتج وبيها ديس أدفانتج. يعني مثلا الأورالي فوائدها إنه هاي كومبلاينس بالنسبة يعني هاي بيشنت كومبلاينس تعطيني رخيص لتو بيشنت نون انفيزيف، لكن بيها شنو مثلا خلينا بيها ديس أدفانتج مثلا لو بيرميابيليتي فور ممبرين الديجراديشن مالتها راح يكون از ايزلي باي ذا gastrointestinal انزيمز. إذا كان البيشنت unconscious ما يقدر cannot take the medication and so on. وأيضا البوكال لها advantage disadvantage، الركتال subcutaneous وهكذا زين. لذلك نشوف أنه معناه أنه بدنا نعطي الدراج in this drug delivery system this type of drug delivery system يعني by conventional, classical, ordinary هنقول drug delivery system. إذا بي شنو بي بعض من ال هنقول ال unfavorable physical and chemical properties أو يعني they شنو they حدد من ال هنقول تحدد من إيش من pharmacokinetic properties. مثلا راح يصير عندي lower bioavailability، عندي shortage half life، ممكن تظهر resistance for the drug. فبالتالي ايش راح يتطلب؟ راح يتطلب high dose of the drug used and so بالتالي راح يسبب لي هذه كل هاي يعني اللي قلناها انه راح تسبب شنو ظهور ال many sites effect like شنو like toxicity on the tissue on the target. For treating of these conditions ظهر شنو عندي؟ ظهر طرق for delivery of the drug for يعني facilitating the delivery of the drug اللي هي أما أنه نستخدم new therapeutic substances أو الطريقة الثانية هي new drug delivery system. زين وجدوا أنه إذا يعني نستخدم new drug أو new therapeutic substances يعني معناها أنه تطلب شنو discovery, development, تطلب synthesis and so on والخطوات كلها هذه. هذه الخطوات راح أو هذه الطريقة راح تكون more difficult and expensive. لذلك لجأنا المن لجأوا المن إلى الطريقة الثانية اللي هي ال new delivery system يعني ظهور another delivery system خنقول جديد ممكن إنه يتغلب على هذه المشاكل كلها. لذلك نشوفه إنه ك يعني شو يسوي هذا الـ new drug delivery system إنه يسوي improvement in the pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of the drugs. زين لين
These new approaches are based on the preparation of favorable genetic variants or tailor-made formulations اللي هن عندي. أما استخدام الليبوزوم أو يعني الليبوزومال preparations أو باستخدام another system أو اللي قلنا هو نوع من أنواع النيو drug delivery system اللي هو controlled release system، لأنه عندنا النيو delivery system تقسم الى 3 تايبس اللي هن التارجت دراج ديليفري سيستم سبق ان تحدثنا عنه، والكنترول ريليس سيستم، والمودوليتد ريليس سيستم. سو الكنترول ريليس سيستم اخذنا هسه احنا الكونفشنال ريليس سيستم، وان الاخ هو كنترولد اللي هو نوع من انواع النيو دراج ديليفري سيستم. شنو فرقة عن الconventional؟ بالcontrolled معناها إنه releasing of the drug, rate or speed of the drug, of release of the drug شبيه راح تكون is controlled اعتمادا على يمن is controlled by the modification in the formulation of the drug، بينما بالconventional راح يصير release of the drug راح يكون is immediately غير مسيطر عليه، ممكن يسوي fluctuation بمن بي drug level in the blood اعتمادا على الدوزج فورم اللي نعطيها. لذلك حتى نحافظ على يمن على level او نحافظ على ال drug concentration within the therapeutically effective range راح شو نسوي؟ راح نغير ال drug delivery system، راح تظهر مثلا انواع اخرى من ال او شلون نقول نوع يحدد لي ال rate of release of drug of delivery of system اللي هي من عندها ال control release system. زين هذا ال control system ايضا بانواع متعدده، من نوع من هذه الانواع هي ال drug carrier او ال drug linked polymer. ال drug linked polymer معناه انه شنو؟ معناه انه يصير اكو conjugation ما بين ال drug and البوليمر، يعني معناه انه دي يصير خلينا نقول in another words يعني covalent modification of the drug by low molecular weight or agent or by polymer conjugation. زين هذا النوع من اللي يعني ارتباط مثلا الدراج مع البوليمر وتكوين هذا الكونجوجيشن راح يكون لي فد ماكرو مولكيولر دراج ديليفري سيستم. اوكي فبهالحاله ايش راح ينتج لي؟ راح ينتج من عنده ما يسمى بمن بي البرودراج او البوليميريك برودراجز. واذا البوليميريك برودراج هي عباره عن دراج بلس بوليمر. اوكي and so they are used to reduce مثلا السايد افكتس وبنفس الوقت ازيد الافشنسي اوف الريسبكتيف دراجز اللي نستخدمها وين in clinical use. هذه the main purpose of this type of prodrugs. So بما انه هذا ال controlled release system controlled release the drug delivery system راح يعتمد على انه rate of release of system of the drug راح تكون is controlled controlled is programmed. So راح نشوف انه راح يعطيني هذا الموضوع many advantages of this system، منها انه total dose راح تكون قليلة، يقلل ال GIT side effect، يقلل dose frequency، راح يعطيني better patient acceptance and compliance، راح يصير عندي less fluctuation at plasma drug level. And أيضا راح يكون the drug effect is uniform, more uniformed, and يحسن efficacy إلى and the safety ratio. وبالتالي أيضا راح يقلل لي شنو؟ يقلل لي reduction in the total healthcare cost. فإذا هذه كلها ممكن تعتبر advantages of this system over over the conventional drug delivery. So إذا نجي هنا المن إلى أنواع controllery system اللي قلنا من عندها اللي هو الدراج لينكد بوليمر، نشوف انه انواعها تعتمد على يمن، تعتمد حسب الريت اوف ريليز اوف ذا دراج، يعني هل هو باي ذا سوليوشن؟ اذا باي ذا سوليوشن عندي نوعين انكابسوليشن وماتريكس، اذا باي ديفيوشن عندي ثلاث انواع الماتريكس ريزرفويرز والنوع الثالث الريزرفويرز اند المونوليثيك، اذا
كان ممكن نوع آخر by diffusion and dissolution يجمعها الاثنيناتن أو by water penetration controlled اللي هي ما يكون by osmotic process or swelling. الكيميكالي كنترولد اللي هو أيضا يشمل نوعين اللي هو يعتمد عليه من يعتمد على الكيميكال موديفيكيشن in the drug and يعني the structure of the drug أما يكون drug linked polymer أو الإيرودايبل. الهيدروجل أيضا ب rate of release of the drug ما تكون by diffusion يعني أو swelling أو environmental أو by chemical or by يعني chemical process. والأيون إكستشينج رزن أيضا راح نقسم بيما إلى نوعين اللي هي أنيون and يشمل يعني الأنيون and الكاتيون. هنا نشوف another approach of what then another approach of using a new drug delivery system اللي هو liposomal أو liposomal preparation. نشوف هنا هذا structure of liposome اللي كنا شايفين سابقا إنه يتكون من 2 by layer و نشوف incorporation of the DNA with the crystal of the drug in aqueous solution يتحيطها شنو يحيطها هاي ال protective layer and the protective layer متكونة من lipid bilayer وعندي هنا الدراج اللي هو incorporated أو lipid soluble drug in the bilayer وهذه هي الهوميك بيبتايد اللي تحيط بمن أو اللي هي جزء من الليبوزوم. فإذا الليبوزوم used for drug delivery. زين خلينا ناخذ في الريفيو سريع عن من عن البرودراج. قلنا البرودراج هو عبارة عن inactive drug inactive خلينا نقول compound راح يظل inactive إلى حد إنه يوصل إلى target site مالته يدخل الجسم يضا يعني يدخل التارجت أو الجسم أو target site في بيه راح يصير له activation by specific mechanism أو by mechanism هاي مثلا يكون by specific, يعني by metabolism مثل hydrolysis, hydroxylation and so on. يعني ال prodrug معناه انه inactive precursor of the drug. عرفنا انه شو وقت المنشأ مالته فخلنا simple history اول من suggested المسمى ال prodrug اللي هو Albert and Harper. زين نجي هسه المن الى ما يسمى بال polymeric prodrug واللي هو اللي يهمني اللي هو عبارة عن conjugation of the drug with a polymer يكون polymeric prodrug. وهذا المصطلح أو هذا المفهوم الـ concept of polymeric prodrug is fast growing technique method اللي هي produce several many molecules many product موجودة الآن بال هنا عندي بعض الأمثلة اليمن على البوليميرك برودراكس واستخداماتها والشركة اللي الاندستريال أو الفارماسيوتيكال اندستري اللي أنتجتها. فمثلا نأخذ الأنكاسبار اللي هو النوع الكونجوغيت المستخدم للبوليمر هو البوليأثيلين غلايكول for formation of polyethylene glycate of asparaginase. عندي هنا الانديكيشن مالته انه يستخدم فور اكيوت لايفوسايتيك لوكيميا بالاضافه لمن الى مذكور ان هنا سنه الماركتنج يير فور ذس ادراك. عندي الدوكسيل الدوكسوريوبيسين ادراك الشركه اللي انتجته الكونجوجيت نوع الكونجوجيت اللي هو الدوكسوريوبيسين هيدروكلورايد لايبوزوم انجكشن يعني هنا استخدموا بي كبوليمر أو استخدموا بي تقنية الليبوزوم for delivering of this drug to treatment أو to treat ovarian cancer. بالإضافة المن إلى الأمثلة البقية اللي هي أيضا نفس الحالة لكل polymeric prodrug الconjugate مالته بالإضافة المن إلى استخدامه. هنا عندي شنو عندنا مثال يوضح لي هنا structure of نوع من انواع البوليميرك برودكت اللي هو البوليميرك برودكت فور نالاكزورول اوكسيليت. نشوف هنا انه شلون يرتبط بالبولي اثيلين جلايكول تو فورم ذس بوليميرك او ماكرو مولكيول اللي هي كولد بوليميرك برودكت. هذا البوليميرك برودكت شو وقت ظهر
من أول من developed the model of polymeric prodrug. عرفنا أنه شنو polymeric prodrug؟ هو عبارة عن conjugation of the drug with polymer reagent. هذه البوليمر إذا أريد أستخدمها for delivering of the drug لازم تكون able to deliver the active substance to the target site to treat the specific disease. زين. من أول من استخدم أو طور هذا الكونسبت أو this model of polymeric prodrug هو العالم هيلمت رينجزدورف عام 1975. طبعا صنع له فد موديل حتى شنو حتى موديل اوف polymeric prodrug حتى يسهل delivering of the drug to the target site. زين واعتبر هذا الموديل مالته او الديسكفري مالته هو is the starting point for يعني recent development or recent advancement in this concept, and it has a huge potential effects for treatment of the specific for يعني several disease. وقلنا تبروه وكنقطة بداية اللي استخدموا بالتالي البيولوجيست والكيميست اللي هم يشتغلون دائما together in the field of the drug discovery. So, what are the components of the Ringsdorf's model of polymeric prodrug? It comes mainly from the five components. اللي هي polymer, polymer carrier أو biodegradable carrier. ثانيا من الدراج هي potent drug. يرتبطن بني مع بعض بنا حتى يكون polymeric prodrug عن طريق شنو السبيسر. هذا هو الديجرادابل سبيسر المهم ده انه control the rate and release of the control the site and the rate of releasing of the active drug from the conjugate اما بوسطت enzymatically او يتحرر من عنده او chemically. بعد شنو عندي؟ عندي انه الدراج شنو عنده بعد؟ يجب انه يمتلك functional group to bind with polymer. يعني لازم يكون هذا عنده functional group حتى يتحد مع البوليمر directly. عندي بعد شنو؟ عندي التارجتنج مويتي. التارجتنج مويتي او الهومك ديفايس التي هي guide the entire polymer drug entire يعني بأكمله هذا الconjugation من البوليمر و اللي drug to the target tissue. فإذا هذا هو ال components of this model of polymeric prodrug اللي اقترحها أو developed by scientific اللي هو Helmut. أجي من advantage of polymeric prodrug. إحنا قلنا إنه يقلل side effect يزيد efficiency of the الدراجز الموجودة الآن عند يوز إن كلينيكال يوز، لكن نأخذها سبيما بتفصيل، نأخذها على شكل نقاط ثم نفصلها. Advantage of polymeric prodrug هي prolongation of drug action, controlled drug release, enhanced permeability and retention effect (EPR), active targeting by polymeric prodrug and immunoprotection by polymeric prodrug.